زي ما اتكلمنا عن مباراة امبارح، بس عايزين ندردش على الكابتن سعيد حمزة ونقول له ايه اللي حصل. كابتن سعيد حمزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك يا حبيبي. اذا كان من جنبيك جهاز وقتي على الاخر. عملت على طول. طيب، الاول خلينا نروح للطاقم الفني للنادي الاهلي، الطاقم التحكيم الخاص بمباراه الاهلي والداخليه، وتقول لي رايك فيه ورايك في الاختيار. الحكم ساحه مباراه الاهلي والداخليه الساعه 5، اتفضل. ايوه، عندنا قائمين، يمكن اتحاد لجنه الحكام احسنت الاختيار. عندنا امين عمر حكم ساحه، وعندنا محمد عزيزي مساعد رقم واحد، تمام، خالد السيد مساعد رقم اتنين، ودول من المساعدين المميزين جدا في مصر. صح، يمكن هم حكام درجه اولى، ولكن محمد العزازي منطقه القاهره وخالد السيد منطقه اسكندريه، تمام، ولكن هم من المساعدين المميزين والمرشحين دايما في القائمه الدوليه. وحكم رابع محمد الدسوقي. محمد الدسوقي وحكم فار عمرو الشناوي، بتمنى له التوفيق وبقول له اهم حاجه في الفار التركيز. وهو عمرو نضج، وان شاء الله هيعمل مباراه حلوه. بالظبط، بتمنى له يا رب التوفيق والنجاح. ومعاه مساعد محمد محمود لطفي، برضه من المساعدين المميزين، ودي سنه جديده سنتها لجنه الحكام بان الحكم مساعد الفار يبقى مساعد، عشان الالعاب الجدليه اللي زي ما حصلت مع محمود. يبقى الكلمه الاولى والاخيره لعمرو الشناوي. بالظبط، ولكن حكم الفار المساعد هو تخصص في التسلل. يمكن السنه اللي فاتت حصلت لعبه المقاولين والاهلي بتاعت الكابتن محمود ابو الرجال، من وقتها ولجنه الحكام سنت ان الحكم الفار المساعد هيكون مساعد حكم مش حكم ملعب. طيب، اذا انت ترى ان طاقم تحكيم مباراه الاهلي والداخليه طاقم تحكيم يتناسب مع قوه المباراه. يعتبر من افضل الحكام على مستوى افريقيا من وجهه نظري امين عمر، اللي تم ظلمه، ودايما كل ما هيجي سيره امين عمر اقول له ربنا يعوضك خير عن الظلم اللي انت ظلمته. طيب، نروح لمباراة الزمالك وإنبي. الزمالك وإنبي عندنا الحكم الدولي المحترم محمود البنا، طبعا اختيار دايل بره واختيار محترم. طاقم تحكيم مباراة الزمالك بالشعراية وكله رائع. عندنا افضل مساعد في مصر سمير جمال، من افضل المساعدين في تاريخ التحكيم المصري، وهو الافضل حاليا في مصر سمير جمال. تمام، ومعاه سيد نافع من الحكام المميزين ودايما مرشح للقائمه الدوليه. الحكم الرابع محمد عباس مايو، وده من حكام الوعدين. تمام، يمكن عم ناصر عباس الحكم المحترم. تمام، ومعاه محمود بسيوني، ومحمود بسيوني لازم نحط عليه يعني كومنت ونحط عليه دايره. محمود بسيوني بقاله سنتين بيعمل في صمت، افضل موسمين لبسيوني الموسم اللي فات واللي قبله من حيث الاداء الفني في المباريات وفي الفار. فنتمنى محمود بسيوني كان حكم دولي وعصام عبد الفتاح اخرجه من القائمه الدوليه لاسباب او اخرى مش هنتكلم فيها دلوقتي، ولكن بنتمنى ان محمود بسيوني ياخد حقه ويرجع لمكانه الطبيعي في القائمه الدوليه، وما يمشيش على نهج اللي تم ظلم محمد الحنفي وكمل حياته وهو بعيد عن القائمه الدوليه. ومعاه من الحكام المميزين جدا الحكم هشام الدسوقي منطقه الغربيه، حكم مساعد، ودي السنه اللي سندتها للحكام. طيب، ده بالنسبه لاهم مباراتين في الاسبوع، الاهلي والداخليه الساعه 5 والزمالك وانبي الساعه 7.